ماذا إذا اتفق الزوجين على الجماع من الدبر؟ هل يجوز؟ إتيان المرأة في الدبر محرم في شريعة الإسلام، بل هو كبيرة من الكبائر، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية من السنة الثابتة وقول الصحابة والتابعين ومن بعدهم أئمة الإسلام. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطأ المرأة في الدبر حرام في قول جماهير العلماء، ومتى وطأها في الدبر وطاوعت عزر، فإن لم ينتهي فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به. فلا يحل لواحد منكما أن يطلب من الآخر ذلك الفعل القبيح، ولا يحل لكما أن تتراضيا به أو تتواطأ عليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى من ذلك والندم على حصوله وسؤال الله العافية منه، فإن مثل هذه القاذورات وخصال السوء يأنف منها ذو الفطرة السوية المستقيمة، ولا تدعوه نفسه إلى مثل ذلك. ومن ترك الحلال الطيب واستعاض عنه بالخبيث المحرم فقد سلط الشيطان على نفسه وأمكن عدوه منه، فزين له سوء عمله وحسن له القبيح حتى يورطه فيه ويوقعه في حباله، فيستعذبه كما تستعذب العجلان النتن والخبيث، ولا يألف الطيب والعبير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، رواه مسلم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدانيات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأكذار. ومع ما ذكرناه من وجوب التوبة النصوحة، ننصح من يقوم بهذا الفعل بالنصائح التالية: عدم موافقة الزوج على هذا الفعل المحرم تحت أي ظرف كان إن طلب ذلك مرة أخرى، مناصحة الزوج وتذكيره ونصحه بالتوبة والإنابة إلى الله، الانشغال بطاعة الله عما يدعو إلى مثل هذه الأفعال الشاذة والمنكرة، والتوبة إلى الله منها كمشاهدة الأفلام والتمثيليات والصور المحرمة، إبعاد الزوج عن كل ما يدعو إلى الاستلذاذ بالدبر من مداعبة في هذا الموضع وخلاف ذلك، الاعتناء بالتهيؤ للزوج والتصنع له، وقضاء كل منكما حاجته مع صاحبه في الموضع الذي أحل الله، لكن مع ترغيب كل منكما صاحبه قبل ذلك بالمداعبة والمباشرة بما يحقق الرغبة بينكما ويعين على قضاء الوطر في المحل المباح، التحلي بالصبر على معصية الله والمثابرة على طاعته وتوطين النفس على ترك هذا المحرم، فربما صعب ذلك بادئ الأمر، فلا يؤثر ذلك في عزيمتك على التوبة والاستقامة، وبالصبر والحكمة وطرد الوساوس عن النفس وعدم إشغال البال بالباطل تنحل العقدة ويزول القرب وتعود النفس إلى طبيعتها بإذن الله. كذلك الإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله والاستغفار، فإن ذلك يثقل القلب ويصرف الهم والغم ويفسد على الشيطان تدبيره وكيده، فإذا ضاق القلب حلاوة الذكر واستنار بنور الطاعة عادت إلى النفس طبيعتها وفطرتها من حب الرغبة في الحلال الطيب والنفور من الحرام الخبيث. ليكن للزوجين حظ من صلاة الليل ودعاء جوف الليل الآخر، فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومثل هذا ينصح به الحال ويستقيم به المزاج ويصرف عن الانحراف واتباع الهوى. وفي النهاية نسأل الله أن يعين شباب المسلمين على طاعته وأن يصرف عنهم مكائد الشيطان ودسائسه.